بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم الكورس اللي ابتديناه مع بعض اللي هو 3D أوتوكاد. النهاردة هنكمل شرح السوليد إيديتنج وهنتكلم عن الأوامر الموجودة هنا سبريت كلين شيل. الثلاث أوامر دول من الأوامر المهمة اللي لازم نعرفهم. أول أمر عندي اللي هو سبريت. طيب الأمر ده معناه إيه؟ أنا هاجي حول الشاشة ل3D واجي ارسم بوكس الشكل ده كده وارسم مثلا سلندر، تمام، ونيجي هنا نعمله شيدد بالشكل ده كده، وهاجي اعمل يونيون للبوكس والسلندر. ادوس على يونيون من هنا واخدهم الاتنين كده واعملهم حاجة واحدة. انا عايزة بعد كده افصل الاتنين دول عن بعض. بفصلهم عن طريق ايه؟ عن طريق سبريت. لو انا دوست عليها بالشكل ده كده بيقول لي في الكومنت تحت select a 3D solid. طيب انا هدوس عليه وبعدين اقول له exit exit. هنلاقي ايه؟ انه فصلهم عن بعض. يبقى هو بيفصل لي objects موجودة معمول لها union منفصلة عن بعضها. يعني انا لو نفس الاوبجكت دي لو انا جيت عملت له موف، قلت له موف كده مثلا وجيت دخلت اهو الاثنين دخلتهم في بعض كده وعملت يونيون خدتهم الاثنين مع بعض اهو بقوا حاجه واحده. طيب هاجي اعمل سبريت مش هيعملها لي. لو انا عملت سبريت كده دوست كده اهو قلت له اكزيت اكزيت وجيت عملت كده ما عمليش يونيون. يبقى لازم الاوبجكت اللي عندي تكون منفصله عن بعضها. طيب هنيجي بعد كده للامر الثاني اللي هو كلين. نيجي نشرح امر كلين. لو انا عندي سلندر بالشكل ده كده وهاجي احول ده ل 2D واير فريم وهاجي اعمل من هنا اكسترود فيسز واخد الفيس اللي فوق ده شايفين ده كده واجي ادوس بيمين الماوس انتر. هنا بيقول لي الهايت هتعملي قد ايه؟ هاجي اقول له اعمل لي الهايت مثلا 0.3 بعدين ادوس انتر والتيبر انجل اوف تيبر انا هخليها 30 وادوس انتر عمله لي بالشكل ده كده. واجي بعد كده اقول له اكزيت او ان انا بدوس على اسكيب من الكيبورد بخرج من الامر، تمام. عندي هنا زي ما احنا شايفين لو لفينا كده اهو في خطوط زياده. الخطوط اللي احنا شايفينها دي كلها خطوط زيادة اهي ومش ماشية. يعني الخطوط دي مش ماشية اللي هي اللي فوق اللي انا عملت لها اكسترود فيس مش ماشية مع الخط اللي تحت ده. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هقول له كلين. هروح على كلين هنا بدوس عليها بالشكل ده كده واجي ادوس على الشكل بتاعي عمل لي ايه؟ شال لي الخطوط الزيادة الموجودة وظبط لي الخطوط بالشكل ده كده اهي. يبقى ده امر كلين اللي هو بيشلي الخطوط الزيادة في الاوبجكت اللي هو السوليد، تمام؟ طيب هنيجي بعد كده على الامر الثالث اللي هو امر شيل. رسمت بوكس وسلندر وعايزة اعمل امر شيل. اعمله ازاي؟ هروح على شيل هنا بالشكل ده كده واجي عايزة هنا في البوكس ده بيقول لي سيليكت ا 3D سوليد بدوس عليه، تمام؟ بعدين بعمل ريموف للفيسز اللي انا هعمل عليه شيل. فانا مثلا عايزه اعمل هنا بقى ده الفيس اللي انا هشتغل عليه دوست عليه زي ما احنا شايفين كده، تمام. بعدين بدوس بيمين الماوس انتر بيقول لي اوفست ديستانس انا هقول له اعملها لي 0.2 ادي عمل لي شيل شايفين فتحوا لي الصندوق اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هنيجي نعملها للسلندر هقول له شيل واختار السلندر وبعدين ريموف فيسز هختار الفيس اللي فوق زي ما شايفين كده واجي انزل تحت افتحها كمان من تحت كده واجي ادوس بيمين الماوس انتر واقول له اوفست ديستانس 0.3 وادوس كده عمل لي شيل ليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. يبقى ده امر شيل.
يبقى احنا النهارده اتعلمنا 3 اوامر في السوليد ايديتنج. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.